هذا سائل يقول: هل للقاتل عمدا أن يصوم شهرين متتابعين؟ لا، الكفارة إنها في قتل الخطأ، أما العمد فليس فيه كفارة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عليه التوبة إلى الله عز وجل، وتمكين أولياء الدم من القصاص منه. نعم.